الأخ ديالنا عبد الغني يعني طالب اللي يشهد له يعني بالأخلاق الحميدة وسعة الصدر دياله. يعني من تلقينا الخبر في الأول ديال المحاولة انتحار يعني حاولنا أننا نجيونا ساندنا وقفنا مع والديه، حاولنا أننا نديرو مفجدنا، مي الحمد لله كنتي دوينا عليه شحال هادي شحال ديك اللي تيقولو هاد الهضرات. كنا تنقولو بأن الطلبة راه مهزمين وبأن راه غتوصل واحد ليطا اللي ميمكنش للطلبة يتحملوها، اليوم حنا كنا اليوم وصلنا لديك ليطا، اليوم خونا عبد الغني هو ضحية ديال الوزير. هو يعني على حسب الاقوال يعني ديال الاباء ديالو انه يعني تأزم بسبب الاضراب، يعني هذا هو السبب الرئيسي حسب الاقوال ديال الاباء ديالو، ولا ياخذ الحق. هادشي لا نقولو يعني هادشي صراحه كنا كنتسناو الزميل ديالنا يفاق من الغيبوبه ديالو من ورا ما تلقينا خبر محاوله الانتحار ديالو. الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسبب هادشي اللي عندي ما نقول.